وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء. ونأخذ من ضياهم إخاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام أينما كنتم على قناة التناصح، مرحبا بكم، ونسعد باللقاء والتعليق على الاتصالات التي ترد إلينا على الأرقام التالية 021-33-47-401 021-33-47-402 021-33-47-403. كذلك يمكنكم الاتصال عبر المتابعة عبر البث المباشر على صفحة اليوتيوب، وكذلك المشاركة عبر الرقم الذي سيخرج أسفل الشاشة للمكالمات الدولية عبر الفايبر. الله عز وجل كرم الإنسانية بالدين وبعث الرسل إلى الناس كافة، فأنعم الله عز وجل على هذا الإنسان ببعثة الرسل. وهؤلاء الرسل الكرام وأنبياء الله الذين اختارهم الله عز وجل من بين البشر ومن صفوة البشر، اختارهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله الواحد الأحد، فيرشدونهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. معنا متصل. الأخ مبروك من بني وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عبد الفتاح يومك مبارك. الله يبارك فيك ويسلمك. زعلتني شوية يا عبد الفتاح، شهادة زعلت منك المرة اللي فاتت وصارت بيك، قلت لك على الإجابة فتت إجابتي، ما زوبتنيش حتى عليه السؤال يا عبد الفتاح. تفضل أخي مبروك، إيش هو سؤالك؟ سؤال المرة اللي فاتت ما زوبتنيش عليه. سامحني معليش، ممكن كون نسيت أنا والله، انشغلت ببعض الأسئلة الأخرى. الله يسامحك، الله يسامحك يا سي عبد الله. نعم ما تفضل. عندك ديما يا سي عبد الفتاح، عندي سؤال معليش. شنو حكم النساء يزورن المقبرة، يزورن الميت في المقبرة؟ نعم. السؤال الثاني، نعم، شنو حكم القبر كان بنيته بالمية، بخيته بالمية، شنو حكمه؟ ما حاضر. حضلت الخير يا بل القبر بالماء، هذا يعني فيه اعتقاد معين ولا هكذا؟ ما المقصود بهذا الفعل؟ لا لا، مية تشرب شيشة مية من المحل، تمشي تقرا على الميت والدك ولا ما فيش يعني حكم. تبخ على قبره، تبخ على القبور اللي حداه، حكم حلال. ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة؟ ما المقصود بهذا الصنيع يعني؟ يقولوا تسقي الميت في القبره. حاضر تسمع الجواب. حاضر تسمع الجواب. حضر لك الخير يا اخي، حضر لك الخير ان شاء الله. معنا متصل. فنقول الله عز وجل بعث الانبياء ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور، وليبصرونهم في أمور دينهم ودنياهم، وحتنا الله عز وجل على اتباع أنبيائه. وبعد اكتمال الدين وانقضاء الرسل وانقطاع الرسائل، ترك الله عز وجل لنا ورثة للأنبياء وهم العلماء الذين يبصرون الناس في أمور دينهم، فيبينون لهم الحلال والحرام. نعم نعم، تفضل أخ محمد من طرابلس. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير شيخ عبد الفتاح، ترى ربي يعطيك. الله يبارك فيكم جميعا. يا شيخ عبد الفتاح، بالله وأمس مدارين هذا نتاع الأحياء اليوم
القصر يعني تاع المساجين. احنا شفنا الاحياء اليوم هذا ولكن ما شفناش الفعل يا شيخ. النائب العام عنده قضايا واضحه وصريحه. قضيه الشيخ نادر العمراني بالرغم من القتلى معروفين ما دورش الامر قبض ولا تحرك في القضيه هذه. وقضيه اخونا الحر عبد اللطيف الكريك والنحله وغيرها من الناس عما والنائب العام مش ندور كنا ما فيش شيء. شكلي لا. والسؤال الثاني يا شيخ التنازلات اللي موجوده توا لارضاء مجرم الحرب حفتر لانه يقعد في المشهد، هل الرجال هذه ضحت وصدت الادوان وحاربت الروس والجنجويد من اجل الرجل هو يقعد موجود؟ بالله عليك نبوك تفهمنا يا شيخ انا ما تفهمنا. لما تتكلم تقول لابد اشتتات مشروع الكرامه الارهابي يقولوا لك انت بتشدد وتبي الدماء وتبي القتل يا شيخ. بالله عليك فهمنا. حاضر تسمع الجواب. ألو. ان شاء الله تسمع الجواب. اخ محمد معنا متصل. ام محمد من طرابلس. الو محمد تفضلي. ام محمد نعم تفضلي. ام محمد ايوه السلام عليكم شيخ. تفضلي نعم انت على الهواء. ايوه تفضلي ام محمد. ايوه السلام عليكم. خير السلام شيخ. نعم تفضلي انت على الهواء. انا عندي مشكله بدا يا شيخ على ورد وما ورد. نعم الو معنا متصل. أيوة. اخر معنا متصل ثاني ابو عمر من درنا. ابو عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله شيخ عبد الفتاح بارك الله فيك وطال الله في عمرك وطال الله بعلمك. الله يحفظكم جميعا ان شاء الله. يا شيخ عبد الفتاح في بعض الحلقات لك في المده السابقه نظرا لاطفاء الكهرباء علينا لم احضرها مباشرا. في سؤال الاخ مادي من 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 من, من الجنوب يقول رجل في الصحراء ولم يجد ماء ولم يتيمم. نعم. فكانت الإجابة على مسألة فاقد الطهورين، أريد إيش؟ إعادة النظر في هذه المسألة بس يا شيخ عبد الفتاح. هو قال ما عنديش مية وما تيممش يدير للصلاة. صحيح. هو المحاضر الأسبوع اللي بعده تعقبنا هذه المسألة يا أخ أبو عمر. تعقبت نظرا لانقطاع الكهرباء. إي لا تعقبت عنها وتبين لي أن يعني تكلمت على مسألة يعني فاقد الطهورين ثم تبين لي أنه يعني في الصحراء وهو غير يعني يستطيع أن يتيمم وبينا حكم هذه المسألة في المحاضرة. بارك الله فيك يا شيخ عبد الفتاح بارك الله فيك وإياكم جميعا إن شاء الله. لكن نعرج عليها قليلا إن شاء الله. معنا متصل الأخ جمال من طرابلس. الأخ جمال من طرابلس. الأخ جمال. الأخ محمد من طرابلس. الأخ محمد. الأخ أسامة من طرابلس. الأخ أسامة. أسامة تفضل أنت على الهواء الآن. أسامة. الأخ عبد الله من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال ان في اخ يعني تزوج وكان خارج البلد يعني واللي عقد عليه ولي امره وبعد على اساس ان هذه الزوجه فقط كانت مخطوبه ولم يقرا عليها الفاتحه ولكن تبين بعد فتره انها مقريه على الفاتحه وفسخت الفاتحه هذه ما حكم هذا بالله؟ هو عقد عليها الآن ولا ماذا فعل؟ أنا عقد عليها الآن. عقد عليها يعني الآن متزوجها. آه متزوجها متزوج. نعم ولكن تبين له بعد فترة أن كامل لم يقولوا الحقيقة قالوا مخطوبة وليس مقرية عليها الفاتحة. آه يعني الفاتحة مطلقة. مطلقة قبل الدخول. تبين أنها مطلقة قبل الدخول. ايوه مطلقة قبل الدخول لكنها بكر يعني ليست بثيب. بكر بكر. نعم نعم. حاضر تسمع الجواب. شكرا. السلام عليكم. ام مستبرق.
ايوه اخوي اللي بيسالك. نعم. هي البطاقه نتاع 10000 دولار مثلا، حد بيشرها مني ويعطيني 1000 دينار بالكريدي، هي فيها ريبه ولا ما فيهاش ريبه؟ حلال ولا عادي؟ لا هذا لا يجوز يا ام مستبرق، هذه بينها المشايخ عديد المرات، لا يجوز هذا استعمالها. حرام يعني. لا لا يجوز استعمالها. هي جميعا ان شاء الله. معنا متصل اخر، الاخ اسامه من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله شيخنا الفاضل، حيا الله قناه البناطح، بارك الله في القناه الطيبه. الله يحفظك ويبارك فيك، بارك الله فيك. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الفتاح. بالله السؤال الاول، وهي حكم نبغى حتى وجهه نظر من الشيخ عبد الفتاح ومشايخنا الفاضل اللي بعد الصلاه، اللي يعلم على من بالرسول الله عليه الصلاه والسلام، ممن نحسبهم على خير يا شيخ عبد الفتاح، ويتكلم ممن نحسبهم على خير. فنرى منها مداهنات في خطبه الجمعه يا شيخ عبد الفتاح، يعني لما قصه من اللي كانوا عليه الصحابه والسلف شيء طيب والله الصدور، ولكن الواقع اليوم فيه يا شيخ عبد الفتاح، وكان الامر معروف والنهي عن المنكر ومن انكار الاجرام من اتباع المجرمين اللي زي هالمعروف هذا فيه. انت في خطبه جمعه وكان الشيخ او صلاه الفجر وشيء طيب ومحبوب، ولكن يا اخي هي خطبتين، تقدر الخطبه الثانيه تحط فيها والواقع، والخطبه الثانيه تاخذ من الواقع السيره وتاخذ من الواقع اللي فيه احنا يا شيخ عبد الفتاح. هذه الاولى يا شيخ عبد الفتاح، نطلب منك بالله نصيحه. السؤال الثاني شيخ عبد الفتاح، معي الشيخ بتاع تسمع فيها. نعم. ايوه السؤال الثاني، كيف تحكم على الدوله ان هي علمانيه؟ هل ان هي دار الافتاء يعني دوله يعني حسبانيه؟ ان هي لما ترجعك خاصه في الامور اللي تتعلق بالاسلام زي المصارف هذه وزي كيف تحكم على ايش يا اخ اسامه؟ كيف تحكم على ماذا؟ كيف تحكم على الدوله ان هي علمانيه؟ ايه ما هي هم تتبعش يعني دار الافتاء اللي هي خاصه ببلدها او ما تعترفش بها او ما تاخذ باقوالها او كذا يا شيخ عبد الفتاح، فانا ابغى منك توضيح يا شيخ عبد. خير ان شاء الله. شيخ عبد الفتاح الله يسعدك، نبي نطلب منك طلب، انت والاخوه المشاهدين المتابعين عندي اختي تدعو لها بالشفاء، نسال الله رب العرش العظيم يحفظكم ويحفظ كل حر تايب احنا دينا ورياضنا، فما تنساش من دعائك الطيب شيخ عبد الفتاح. الله يحفظك ان شاء الله، وربنا يعجل لهم بالشفاء ويغفر ويغفر لنا ما لم يعلمه الناس، كثير من الناس يغفر لنا ما لا يعلمون. نعم معنا متصل، أبو أحمد. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك يا شيخ ولكم جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك يا شيخنا العزيز. أريدك توجه كلمة للناس توجه في خطاب الكراهية وتحرر الحرب، حتى طلبان الإرهابية تصالحت مع أمريكا الكافرة، يا ما بالك نحن الليبيين في بعضنا، ليش ما نتصالحوا؟ وخاصة للأسف مشايخ من دار الإفتاء يا شيخنا. ما زالوا يحرضون على القتال، لعند أمس سيادة المفتي يحرض على القتال في ليبيا. صارت حرب، وناس تقابلت مع بعض وتبدا. ما زال خطاب الكراهية وما زال يعني تكفير الناس وتشهيرهم. خاصة من مشايخنا ومن دار الإفتاء بالذات يا شيخنا. هذه صراحة وعبر قناتكم في التناصح. تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عبد الله. الأخ عبد الله من العربان. خالد من سبها. الأخ خالد من سبها. أبو علاء من بنغازي. تو وين تسمي لي فيه؟ ما دام كل ما في حد يتكلم، بالكي يا جماعه يقولوا هذا ما يمثلوا علينا يسموا في الاسماء هيك وخلاص. باي هاي تعال يا ابو علاء. تفضل ابو علاء انت على الهواء مباشره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا ابو علاء. الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل. يا شيخ احنا عندنا شيخ خلفي في المساجد في المنطقه الشرقيه بنغازي. نعم. المشايخ هذول من المداخله ومن الصوفيه. تجدهم يشربون الدخان ويدعون الى الظلمة واعوان الظلمة. احد المشايخ هذول من الصوفيه يقول
اللهم افتح لنا طرابلس كما فتحت لنا مكة. يعني لحفتر يعني وأعوانه وزمرته. اللهم افتح لنا إيش يفتح كما فتحت مكة إيش يقولون؟ اللهم افتح لنا طرابلس كما فتحت لنا مكة. حاضر يا شيخ. يعني إحنا إيش نديره مثلا؟ وجبنا إحنا الناس هم يصلوا وراهم ولا لا يصلوا وراهم؟ نبدي ندير في 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 شيء. لا نجي متأخر ونتوظف الحمامات ونخلي الصلاة تفوتني ونجي نصلي، ومرات نصلي في الحوش ومرات ندور مسجد آخر نصلي فيه. لا إيش ندير مثلا بفتوى صريحة؟ لا اللي ندير فيها لا توا. يا أبو علاء، يا أبو علاء كان من قبلك الأخ أبو أحمد من بنغازي يقول أنتم تحرضون على القتال. قال لا زال المشايخ لا من دار الإفتاء يحرضون الناس على القتال. لا نحن مع الشيخ الصادق الغرياني ومع علماء ليبيا البلدية. والآن وأنت الآن تشهد أمام الناس وأمام الله عز وجل أن الخطباء هنالك يقولون اللهم افتح لنا طرابلس كما فتحت لنا مكة. نحن في المنطقة الشرقية يا شيخ نقتل ونرمى في مكبات القمامة. أعلم ذلك يا شيخ. نقتل في المنطقة الشرقية ونلقى في مكبات القمامة تنهشنا الكلاب. أعلم ذلك يا عم الشيخ. إن شاء الله يا خير شيخ. إن شاء الله يا شيخ. نبدي الفتوى اللي نبيها منك أنها إيش فتوى صريحة؟ أن يعني هالشخص هذا أنا بدي نجي متأخر ونتوظف الحمامات ونصلي وراه. يعني لا ما نحبش نصلي وراء واحد من أعوان الظلمة. يعني إيش ندير؟ تسمع إيش ندير؟ نتوظف الحمامات ونجي نصلي في المسجد ما نصليش وراء الشخص هذا. وليس لك مكان آخر تصلي فيه؟ مسجد ثاني؟ في مساجد أخرى فيه من مداخلة، والمسجد هذا فيه الصوفي هذا اللي يقول اللهم افتح لنا طرابلس كما فتحت لنا مكة. ونحن نريد دين الله، ما نريد حاجة، نحن نبغى دين الله. ما المقصود بالصوفي؟ هل هو يعني منحرف في عقيدته والا كان يعني عنده نفس صوفي هكذا وخلاص؟ عنده فسوق في العقيده، وعنده فسوق في الصلاه، وعنده فسوق بعد الصلاه. ما الذي ظهر منه؟ ظهر منه يدعو الى الظلمه، وعنده خلل في العقيده، وشارب للدخان، ويستنجد باسيادي كما يزعم، يقول يا سي فلان يا سي فلان يا سي فلان، وهؤلاء اسيادي يقربوني الى الله ولهم فضل علي. حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله جميعا. الأخ محمد من صبراتة. أيوه الأخ محمد من صبراتة. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ. تفضل يا أخي محمد. أنا والله في حلقة من الحلقات سمعت المفتي حفظه الله يقول الحجة الثانية والعمرة الثانية اسمهما عقد نفعهما، ما فهمتهاش العبارة هذه. ايش؟ الحجة الثانية والعمرة الثانية اسمهما أكبر من نفعهما. هذه العبارة ما فهمتهاش بشرحها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، معاوية الظالم ينتقض إيمانه. مش عارف حتى هي العبارة هذه طالعة من سماحة المفتي. ايش هي؟ معاون الظالم. إيه؟ ينتقض إيمانه. ينتقض إيمانه. إيه ينتقض إيمانه. يعني ما فهمتش كيف يعني. يبقى كلنا بنتقض إيمانه، كلنا ما حفظري. مش عارف أنا نبي تفصيله والله. حاضر، ولعلنا نرجئ الإجابة عن هذه الشبهة التي يعني استمعت إليها أو لم تفهمها أو لم تكن واضحة، أو ما الذي قصده المفتي بذلك حفظه الله ليجيب عنها هو، يعني وهو لا زال حيا ومعافا وبكامل قوته العلمية وقدراته الفائقة في الفهم والتأصيل والاستنباط. لأن نحن كما تعلمون أيها الإخوة الكرام، المفتي حفظه الله يتعرض إلى هجمات شرسة من الجهال. الجهال هذوما لا يفتؤون ولا يتركون ولا ينامون ليل ونهار، وهم يطعنون في عالم جليل جبل أشم شهد له أهل زمانه بأسرهم، له شهدوا له بالعلم والرسوخ. إذا جلس المفتي حفظه الله في المحافل العلمية يصغى إليه جبال من العلم، كبار أناس كبار لهم وزنتهم، يستمعون لكلامه ولتنظيره ولتأصيله للمسائل العلمية. وإذا تكلم وجلس مع خبراء المصارف والمالية وكل منهم يبدي برأيه، فإذا تكلم الشيخ يصحح لهم ويبين لهم المعاملات كأنه فرد معهم في هذه الوزارة المالية وكأنه فرد معهم في المصارف.
والشيخ ممن فتح الله عز وجل عليه وأتاه سعة في العلم والحفظ والإتقان والإخلاص، ولا نزكي على الله أحدا، فلا يظن بعض الناس أن الشيخ يعني يتكلم بكلام مرسل أو بكلام غير مضبوط. لا، الإنسان يعيد نظره ويعيد فهمه. نحن نقصر على كثير من القضايا عندنا فيها قصور، وعادة الناس هكذا دائما تلقاه يعني في بادي الأمر لا يتضح له الأمر، فإذا أعاد حساباته ومراجعاته وكلامه وفهمه تبين له ذلك. والله عز وجل وقر العلماء وأعطاهم الله بصيرة، كما بدأنا في أول المحاضرة، إن الله عز وجل بعث الأنبياء ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ثم لما ختم الله هذا الدين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبموته، أورث أنبياءه الله جل وعلا، أورثهم العلماء، وجعل من بعدهم العلماء، وجعل طاعته وطاعة رسله من بعده ومن بعد رسله جعلها لأولي الأمر. وقال أهل التفسير وأهل العلم: أولو الأمر هم العلماء، ومن قال بأنهم الأمراء له وجهة في ذلك. ولكن كان الأمراء قديما في السلف الأول كلهم علماء، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمراء كانوا أمراء يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينتقيهم، بل الذي يتقدم الإمامة يختار أفضلهم، والذي يصلي بالناس حتى ولو كان صغيرا يختار أتقنهم لكتاب الله، فكيف الذي يتقدم لشؤون البلاد وأمور الحياة؟ فأمر الناس النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يطيعوا أمراءه في المنشط والمكره، وكانوا على قدر من العلم ومن الحفظ والإتقان والخشية وحفظ القرآن. لن تجرى هذه النصوص، نصوص الطاعة، على خونة ولا على جهلة، لا يتقنون دينهم ولا يتقنون دنياهم، ومن بطيحين وباع لدينهم ولوطنهم. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يطيعوا ولي أمر هكذا جاهل عاصي لله كما زعم بعضهم، ولو زنا نصف ساعة مباشرة على الهواء مباشرة تجب طاعة، يقول هل هذا يأمر به سيد الخلق الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور؟ عليكم التقوى من الله. يأمر الله عز وجل بالطاعة لولي أمر يزني مباشرة على الشاشة نصف ساعة ويأمر بطاعته؟ ضحكت الناس على هذا الدين، والدين منكم براء، يعني سلطتم أعداء الإسلام وبني علمان وأدنابهم وكل مبغض لدين الله عز وجل سلطتموه بهذه الألسنة وبهذه الأفكار وبهذه الفتاوى المضللة. فهل يعقل النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله ليرشد الناس ولئلا يظلموا مثقال ذرة، هل يعقل أن يأمرهم بطاعة ولي أمر يشرب الخمر ويزني ويظلم الناس ويأخذ حقوقهم ويبيع الوطن، يبيع بلد المسلمين وبلده ويبيعها لأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الوطن، ويتنازل على المقدرات ويتنازل على المقدسات الإسلامية، ويتحللون من عرى الدين ومن بقع الإسلام التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم الألوية تلو الألوية والوفود تلو الوفود والأمراء تلو الأمراء لينشروا هذا الدين ويفتحوا. وقال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل. هذا الإسلام ينشره الله عز وجل وينشره النبي، ويبعث الألوية ويبعث الأمراء جيلا بعد جيل وطبقة بعد الطبقة. هل يعقل أن يكون فيهم خائن يبلد هذه البقعة التي مات من أجلها الصحابة؟
مصر حتى فتحت مات من أجلها كبار الصحابة والشام والروم وبلد الفرس، مات كبار الصحابة وأخيار الصحابة. هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يبعث هؤلاء الكبار وهؤلاء العظام ليفتحوا هذه البلدان وتنضم لبقعة الإسلام تقول لي بعدين أنت الولي الأمر متاعها تجب طاعته ولو كان فاسقا، وهو يسلم كل مرة يعطي جزيرة وكل مرة يعطي نهر وكل مرة يعطي بحيرة وكل مرة يعطي شضية من بلاد المسلمين للغرب وللكفار، وتقول لي سلم وأعطيه وهذه السنة؟ لا، مفهومكم لهذه النصوص خاطئ. الله عز وجل قال لا ينال عهدي الظالمين، الظالم لا يعطى العهد ولا ينال، بل قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. هؤلاء لما نكثوا العهود أمر الله عز وجل بقتالهم وبالتصدي لهم، وأن يرفع المسلمون رؤوسهم وأن يرفعوا راية الإسلام لا يستحيون من ذلك. أما أنت يا أخ أحمد الذي قلت من بنغازي أن الطالبان يعني تصالحت مع أمريكا ولا زال المفتي ينادي بالحرب ضد إخوانه، حرام عليكم رأوا. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن الكلام اللي تقوله وعلى كلامك وعلى نظرك وعلى ما تتكلم به. أولا طالبان خرجت رافعة لراية الجهاد منتصرة بعد 20 عاما كما كان عمر المختار وأجدادنا والسويحلي وبالخير وسعدون والأبطال الذين كافحوا الطليان وأخرجوهم من بلادنا. أما الخونة في ذلك الوقت الذين تركوا هؤلاء المجاهدين ووصفوهم بالعصابات الإجرامية وبالماردين وبالمتمردين، هم الآن موجودين الآن، موجودين الآن يعني يتنازلون عن حقوقهم ويبيعوا في إخوانهم ويتنازعوا على حقوق الشهداء وعلى حقوق الجرحى ويبيعوا ويتخلون عن أصحابهم ورفقائهم من أجل منصب. والباعة موجودين الآن، المهم يلصق هو، المهم يلصق قنونة. تعرفوه القنون الخبزة اللي يحطوا فيها في الفرن الصغيرون، المهم تلصق خبزتي معشه من الباقيين. هؤلاء هم الخونة. فطالبان كافحت 20 سنة وقدمت 50 ألف شهيد حتى أخرجوا هذا الطاغوت ذليلا صاغرا فارا منكسرا يجر أذياله. لا أنهم تصالحوا، خرجوا غصبا عنهم، لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فالمؤمن لا ترفع له راية إلا بعزته بالدين وبالقتال والكفاح والدفاع عن الدين والعرض والأرض. سبب على الكلب والعصامة تفارقك، ما تقولش يا سويدي يا سويدي يا سويدي ومصالحات ومصالحات، وبعدها يجيه يقولك هيك يخنقوك ويقتلوك. الخونة هؤلاء كانك تبي تصالح يد للصلح ويد على الزنات. إذا تبي تصالح، أنا هذا كلام الناس لولا يقولك سبب على الكلب، كانك بدي الرقية ندير لك رقية. يقول هالتسبيب الناس لولا يقولك ندير لك رقية. ليش الرقية؟ قال باش الكلب شرعنا معاش ينتشني. قال له سبب على الكلب والعصامة تفارقك، خلي العصا في يدك، راهو مرة ما يتقرب منك الكلب بتعطيه. هؤلاء هكذا الخونة. نحن المصالحة التي يتكلمون عنها باختصار، أما المصالحة بين الشعب الليبي شرقا وغربا وجنوبا لا شيء بيننا، لا في الشرق ولا في الغرب. والله كما تطلعوا أنتم يا رؤوس الفتنة البلاد ما هي متصالحة، وإحنا والله ما عندنا شعرة مقلوبة على شرقاوي ولا على جنوبي ولا على تباوي ولا على تارقي ولا على أمازيغي ولا على عربي ولا على كرغلي ولا غيره. بجميع أجناس أهل ليبيا ما عندنا شعرة، الليبيين بعضهم على بعض مقلوبة. والله كانوا في التبات يا جماعة الخير والتاريخ يسجل، كانوا الشباب يتقاتلون في التبات في عنزارة ويتهاتفون مع بعضهم راو ويتمازحون، لكن الشياطين من ورائهم هم الذين يفسدون قلوبهم.
والآن أي حد من أهل الشرق يتفضل لطرابلس، وأي أهل من حد من طرابلس يتفضل في الجنوب، وفي الجنوب يتفضل الشرق، وفي ما تطير عليه دبانة. لا غير أطلع أنتم يا شيبة النحس، أطلع أنتم يا رؤوس الفتنة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ربي قال شجرة الزقوم التي في جهنم، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. حتى أنتم يا ساسة الآن اللي شديتوا في المشهد الليبي وأفسدتوه، أنتم رؤوس الشياطين، أطلعوا من الموضوع والليبيين متصالحين، خلوا المجال لغيركم، خلوا الانتخابات تمشي على حالها، وخلي الليبيين يختاروا، الليبيون يختارون من يمثلهم. وأنتم يا قادة الحرب ويا قادة الفساد ويا قادة الفتنة ويا قادة المشاكل ويا خونة، أطلعوا من الموضوع واتركوا الليبيين في حالهم تو يتصافحوا. أما يدخل هؤلاء على الخط دائما ويفسدون العلاقات، هؤلاء يعني هم رؤوس الفتنة ورؤوس الشياطين، عفانا الله وإياكم من شرهم ومن من خديعتهم ومن كيدهم. زيارة النساء للمقابر لا بأس بها إذا التزمت النساء بالضوابط الشرعية، لم تختلط بالرجال ولم تتكشف، لم تبدي عورتها للناس، ولم تنح ولم تلطم وجها ولم تشق جيبا في تلك المقبرة، زارت من أجل الترحم لأحد أقاربها أو أحد أحبابها، لا بأس بذلك، ولا يكون ذلك ديدنا لها، لا يكون ذلك ديدنا لها. يعني تكونش المرأة كل أسبوع واخدة جلبيتها ومتسلح بالمقبرة، لأن المرأة تتهم بهذه الصفة، تتهم بأنها ساحرة، وإلا شنو عندها شنو راه والله. لا، زور القبور للموعظة وللترحم، ويكون بين الفينة والأخرى، يعني ويتكون مرات قليلة، لأن الحديث جاء باللعن، جاء فيه لعن الله زوارات القبور، فقال بعض أهل العلم زوارات صيغة مبالغة، يعني التي تبالغ في الزيارة، هذه الملعونة، والتي تخالف الشريعة، أحكام الشريعة في هذه الزيارة. لأن المرأة لما تمشي للمقبرة يعني تتغير ملامحها وأفكارها وعاطفتها، فمرات تخرج عن طوعها وعن طورها. لكن التي تعلم أنها تصبر عند زيارة زوجها أو أبيها وأمها فلا حرج في ذلك. أما صب الماء على القبر فهذا من البدع ولا يجوز، يقول ويصبون الماء يبردون عليه، وما هو عطشان أصلا؟ لما كان حي كانت أمهم ولا أبوهم ولا حد كانوا نافريننا ومقاطعيننا، واحتمال يدخل في البورزات للشقة ويخطى في باب أمه ما يعطيهاش تاكل، وتوى ماشي يرشش في المية على قبرها، ما عادش ينفع الكلام هذا. فصب الماء على القبر من البدع ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. بعض الناس عندنا قديما كانوا يجعلون في أحواض على القبور، يجعلون في حوض صغير زي الفلجان، احنا نسموه الفلجان بالعامية عندنا زي الفلجان والمترد أو فلجان الشرب الصغير، يغرسوا فيه على القبر، وبعدين الخادم اللي يخدم على المقبرة هذا المسؤول عنها الناظر والله المسؤول عنها اللي واقف عنها يعبي فيها العوينات هذين بالمية، حتى العصافير يعني تجد ماء تشرب منه. وبعضهم يرى أنها من باب الصدقة، كأنها من باب الصدقة الجارية لينتفع منها، لأن ورد في النصوص أن ما من مؤمن يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا أجر عليه الإنسان. عفوا. فبعضهم يعني قلد هذه القضية، والمسألة فيها خلاف، لكن صب الماء هكذا على القبر تبريدا له إلى اعتقادا شيء آخر هذا من البدع لا يجوز. إحياء اليوم القصري للمساجين، أين الجهات المسؤولة عن كثير من القضايا كما ذكر السائل الأخ محمد من طرابلس، أين النائب والجهات المسؤولة وجهات النيابية والقضائية والرقابية والنائب العام والنيابات العامة من كثير من القضايا، ومنها قضية الشيخ نادر رحمه الله تعالى وغيره ممن قتلوا ودفنوا، وبعضهم دفن حيا، ورأيتم وشاهدتم الآن بأم أعينكم المقابر الجماعية في ترهونة.
ستبدي لكم الأيام المقابر التي في بنغازي التي لم يتتبعها أحد بعد، ولولا النصر الذي من الله عز وجل به على أهلنا في طرابلس وما حولها وفي جنوب طرابلس وفي ترهونة ما علمنا هذه المقابر وما خرجت هذه المقابر. وكان هذا كل واحد يضيع يقولوا مفقود ومفقود، سند على المفقودين، وهم مدفونين أحياء، دفنوهم أحياء في قبورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هذه الأفعال التي ارتكبتموها ما فعلها الجاهلية من قبل، الذين كانوا يدفنون بعض الجاهلية يدفنون البنات، وبعضهم يدفن أولاده سواء ذكورا وإناثا خشية إملاق، خشية النفقة. لكن بهذه الكيفية أنتم فقتم أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الذين دفنوا وألقوا بهم في خندق عظيم من النار. أنتم لا قلوب لكم ولا حياء ولا دين في قلوبكم بهذه الأفعال التي تفعلونها حسب الأفعال التي تفعلونها، هذه لا تدل على ديانة في قلوبكم. سبحان الله، والله يقول الإنسان الكلام هذا ويأسف ويتحسر لما تشبح سجين في غزة في محبوس عند اليهود في إسرائيل 25 سنة وطلقوه، والسجين معارض لهم وقيادي، وبعد 20 عام طلقوه. وترى المسلمين هنا في بلادنا ينقمون من إخوانهم ويدفنونهم أحياء ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وعذرا أيها الحجارة، أضرب الله عز وجل عن التشبيه بالحجارة فقال: وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يخرج يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن قلوبكم هذه أشد من الحجارة، لا تشققت ولا خرج منها ماء حياء ولا أدب ولا خشية من الله، فهي أشد من الحجارة. فقتلوا إخوانهم وغيرهم من الكثير من القادة، ذكر منهم الأخ السائل يعني الشيخ نادر ونحلة وغيرهم وعبد اللطيف وغيرهم من الناس، سواء أعرفهم أو لا أعرفهم هؤلاء الناس، وسواء هم أو من جاء بعدهم. لا يحل مال المسلم بإجماع أهل العلم. قال أهل العلم: لا يعلم ذنب يبيح مال المسلم ذنب يبيح مال المسلم، حتى إذا كان هو ارتكب ذنوب ومعاصي لا تبيح ماله. وإخواننا هناك في الشرق أباحوا أموال إخوانهم وأخوالهم وأعمامهم من سباتهم وأصحابهم وجيرانهم، وقالك الدولة حطت يدها على بيوتهم، هذوما بيوت إرهابيين ومجرمين ونقزوا فيها وباعوها وهدموها. أنت مسؤول عن كل درهم من هذا، والله عز وجل عظم وأباح القتال والدفاع عن النفس وشرع الجهاد والقتال للنبي بسبب الذين أخرجوا من ديارهم، بسبب الإخراج من الدار ومن الأهل. فالذي تخرجه من أهله بأي حجة تخرجه من أهله؟ ما الذي فعله وما الذي ارتكبه؟ التنازلات لحفتر وأعوانه بحجة المصالحات، ما سبقتم إليها من قبل، لما أفسدوا الحقول النفطية قديما في 2014 وادعوا أن النفط يباع من غير عدادات وقالوا لنا كذبة بيضة، بعدين بكل يعني قبح بعدها داروا ذريعة للسيطرة على النفط، وأخرج الناس خرج إلينا سرعان الناس والخفيفين والدراويش هذوما والمتعطشين للكراسي، وقالوا لا، لابد تخرجوا من الشروق ولابد تخرجوا من الوطية من أجل المصالحة، وامتثل الناس وخرجوا منها وما جاءت المصالحة، بل جاءوا بقضهم وقضيضهم لطرابلس ليحتلوها.
والآن لما حكوا له خشمع القطران وصفقوه هو وجنجويدة وهو وروسا وهو وفرنسيتا وهو وعبيدة وهو والخايبين اللي جابهم معاه حكوهم الرجال حك على القطران، على القطران حكوهم في طرابلس وانتصروا الشباب هنا. تدخل بعض مرضى النفوس وأوقفوا الشباب وقالوا لا ما تتعدوش كذا، لنبوا المصالحة. ولا زال البيع يباع، ولا زال التقسيم يطبخ، ولا زالت البلاد تباع. بعد ما كان هو الظالم وسكت الغرب وسكت العالم بأسره على ظلمه وعلى إجرامه وعلى تقتيله وعلى دماره للعاصمة، سكتوا ينتظرونه يبوه يرفع روحه وما صار شيء، تدخلوا لينقذوه بحجة المصالحة، وتدخلوا جعلوا لنا لجنة 75 ورضينا بها، مبارك علينا لجنة 75. وبعدين أحيوا البرلمان من جديد، الخايب هذا الطايح والميت اللي كان واحد والله ما يقدر واحد يتكلم، ولا زالوا يقدرش يتكلموا في حقه بحرف واحد، ما يقدرش يقدروش يتكلموا. ويجينا واحد أنا ينظر علينا هنا في طرابلس الآن على خاطر سبة في فيسبوك ولا كلام في فيسبوك، ويجينا واحد آخر ينظر علينا يبي معاشاته، ويجينا واحد آخر يبي حماية ويبي حصانة. لما كانت طرابلس تهدر وتهدم على رؤوس الأطفال والنساء وتخصف المستشفيات والمطارات والحياة المدنية والمواني والأدوية وكل الحياة تدمر، ما تكلموا وما استطاعوا أن يتكلموا، لأن ألسنتهم لا تستطيع أن تصدع بالحق. أكلوا الحرام، الذي يأكل الحرام لا يستطيع أن يتكلم بالحق، ولأن بطونهم شبعت من الربا، هؤلاء لا يصلحون إلا للتطبيل للظالم ويرفعونه بس، ليس لهم مهمة غيرها، لا يعرفون مدنية ولا يعرفون كفاح ولا يعرفون وطن. والآن بعضهم ينادي بتقسيم ليبيا، أنا لك ذلك، نقول لك بنغازي ولا المنطقة الشرقية ليست محصورة في فلان وعلان ولا في 5 شرادم ولا 10 شرادم، لا والله، بنغازي الجهاد، بنغازي الثورة، بنغازي الكفاح، بنغازي عمر المختار، بنغازي المجاهدون من أوجلة وجالو وجخرة ومن الكفرة، بنغازي مجاهدون من الجغبوب، بنغازي من أقصى البيضة والدرنة والمرج، بنغازي الحياة، بنغازي الكفاح، بنغازي ما هيش في الشرادم، هذول الجعانين يا ناس، ما همش في الجعانين اللي يخمموا في معاش البرلمان ويخمم بيزيد 20,000 ولا 50,000، لا والله يا جماعة الخير ويا أهلنا من غير ليبيا اللي يسمعوا فينا محبي أهل ليبيا، لا تظنوا أن هذه بنغازي في الشرادم اللي يخرجوا الآن في البرلمان وهذول الناس الجيعانة هذوما والعطشانة والمكلوبة هذوما على المزايا وعلى السفر وعلى الفنادق وعلى الكلام الفاضي هذا، لا 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 لا، بنغازي التاريخ سيخرج، بنغازي البيضة التي منها الجامعة الإسلامية وخرجت العلماء جيلا بعد جيل، البيضة التي أخرجت العلماء الذين تربينا على أيديهم، وسيتربى جيل آخر على من يأتي بعدنا على هذا النهج وعلى هذا على هذا الكفاح وعلى هذا الدفاع عن الوطن وعن العرض وعن الدين. لا نخشى في الله لومة لائم، علموا أولادكم من تكون بنغازي، بنغازي لا للانفصال، بنغازي نعم للكفاح، بنغازي نعم للكفاح وللمسيرة الكفاحي ووحدة الوطن. لا تظنوا أن ينادي واحد يهدد بفرقة موازية والله بحكومة مماثلة، لا 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 لا، ليست هذه بنغازي، سيخرج رجالها ولا تظنون أنها انطفت. هذا ما يسر الله عز وجل التعليق عليه، وأعتذر للإخوة الذين تركوا الأسئلة ولم أجبهم عليها، فالخطب جلل والأمر عظيم، ولعل الأسئلة تقدم الأهم فالأهم، وليعذرني الإخوة الكرام على الاستطراد، لأن الوطن يمزق ومصالح الشرع تعطل ومصالح الدولة تسرق وتهدم وتنهب، وحقوق الإخوة تؤكل، وحقوق الأخوات تضيع، وحقوق المهجرين تضيع، وحقوق الأرامل ضائعة، وحقوق المبتورين ضائعة. فالشرع
يتكلم على العظام ويتكلم على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكم كانوا لحاجتنا حضورا، رابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا.